عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات. اليوم جبت لكم مشترياتي الشهرية لشهر ماي، يعني من بعد رمضان مباشرة. يعني الأسعار يعني كارثية، ما نكذبش عليكم. تقول لي مازال راكي في الشتاء، يعني كيما البقوليات وهذا الصوالح، قسما بالله تقول لي مازال في الشتاء، يعني ماشي زايدين عاد. كما كتشوفي هنايا، هنا نبدا لكم بالمواد تاع التنظيف. هنا كما كتشوفي هنايا عندي هنا شريان الامير هذا، يعني سختو هذا ابيض، هذا يجي مليح، هذا من رائحه تاعها مليحه، يعني تاع الطريبين. كما كتشوفي هنايا هذا راه يدير 17 نل دروك. كما كتشوفي هنا راه يدير 17 نل في هذا الامير، ها هو. يعني نعطيكم الاسعار بالتدقيق، انا شريتهم ماشي جابوا لي ولا. هذا الامير راه يدير 17 نل كما كتشوفي. نروحوا لايزي سبرين، انا هذا كما قلت لكم كل 3 اشهر نشري مره، يعني ما نشريش انا كل وقت، يعني كل شهر عندي بيدو هذا تاع ايزي سبرين راه يدير 60000. انا كي شريتها اليوم 60000، يعني ميم يعني السوبيرات اللي شريت منها سقسيتها قلت لها يعني كل شهر نزيدو 2000، قال لي من عندهم شكون ما نعرف. هذا 60000، بصح انا يشد لي 3 اشهر كما كتشوفي. يعني بزاف الاخوات يعني اللي يتبعوا القناه نتاعي يعني قالوا لي تبعنا الطريقه نتاعك وخرجنا، يعني كيما راكي تقولي، يعني هذا 3 اشهر كيما كتشوفي فيه، هذا 3 اشهر هاوينا، يعني مع ثقيل وكل شيء، يعني اللي كيدير تاعها ثقيل يعني يصلح، يعني معليش خساره في 60000 ماشي خساره فيه. نروحوا صابون طرب، الصابون انا الصابون شي هذا تاع العادي، هذا تاع يعني تاع بكري تاع زمان، هذا ها وين هذا كما كتشوفي فيه. راه عده انواع، كاين اللي داك اللي يجي شويه مايل كحولي هذا كيتفتت، ماهوش مليح ما يرغويش، مي هذا يرغوي. انا هذا تعرفي علاش نشريه؟ انا نشريه على باب يغسلوه ولادي، يعني يديهم عادي تاع يوميا، ونستعمله في الدوش. انا في الدوش ما نستعملش كاع الجيل ولا صابون الريحه ولا هذا، انا كاع ما نستعملهمش باسكو علاه ما يتفاعلوا، ما يعني ما نكذبش عليكم، انا هذا نستعمل هذا نستعمله في الدوش. كما كتشوفي فيه، شوفي هذا شحال راه يدير دروك، يدير 10000 الواحد، هذا راه يدير 10000، يعني شوفي وين وصل من 3000 4000 5000 حتى والله العظيم لا دوك 10000. كما كتشوفي فيه هذا راه يدير 10000. ها هو السيدو، هذا صابون تاع سيدو، ها هو هنا، هذا انا نشري على بال 18، ديجا ندير لكم يعني وصفه على بال 18. هذا راه يدير 12000 كما كتشوفي فيه، ها هو هنا، هذا سيدو يدير 12000، يعني بصح مليح لي طاش ومليح، يعني ماشي خساره فيه 12000 باسكو انا ما نستعملش جافيل، هذا علاه نشري انا سيدو. بالنسبه تاع لا ماشين انا هذا عجبني، جربته وعجبني كما كتشوفي، طوب سيل هذا، يعني فيه كما نقولوا حنايا كما الصابون تاع الطرف، يعني نقي، انا جربته شحال مره في لا ماشين والله لا ينقي مليح. هذا راه يدير 55000 ضربة، الشهر اللي فات كان 50، المرة كديتها علي قالي خمس الشهر اللي فات 50، الشهر اللي قبله 50، الشهر هذا بعالي 55، يعني شوفي الأسعار وين يعني وين راهي تطلع، ديري الحساب. هذا هاوينا يدير 55. نروحو لسلطان المايدة، يعني ماشي المقروضة، نقول لها غوات سلطان المايدة الزيت، هاوينا دايما أنا هاد السوبيرات موصيته بلي يجيب لي يعني كي يجي الزيت يخلي لي بيدو، انا ما نبغيش نستعمل هذوك القرى باسكو القرى هذوك يعني مربيين كاع ما تحسيش بها تلقيها كملت من شعافة خفيف ولا ما فهمتش، سورتو ينشف. يعني للاخوات يعني يرجعوا لي في الكومونتير، يعني مي تكون تقلي في تكوني تقلي فريت ولا تكوني تقلي في الطاجين ولا ماشي تحسي بلي ينشف، انا ما نكذبش عليك نشوف ينشف عاوز نزيد. ها هو هنا هذا راه ب 60000، انا خلاه لي ها هو هنا قال لي ب 60000، وكاين بعض المناطق قالك يبيعوا حتى 66 و 65. ها هو هنا كما كتشوفي السمن، ها هو هنا شريت انا هذه تاع كنقول لك شحال تاع 900 غرام، ها هي هنا كما كتشوفي فيها، يعني راه بدا منها غير شويه باسكو استعملتها البال الصباح درت فطيره. ها هو هنا كما كتشوفي، ها هو هذا راه يدير 40000 المدينه، هو المخير كاع في السمن، يعني صدقوني جربوا شوفي ديري في المقروض ديري في اي حاجه، صدقيني المدينه هو الصح. هذا راه يدير 40000 تاع 900 غرام دير ب 40000، بصح تشد لك يعني تشد لك فتره كيما كتشوفي هنايا. الملح ها هو هنا الملح راه يدير
كاين اللي يبيعها 300 وكاين اللي يبيع كاتمين. ها وينا انا شريت هنا كاتمين كما كتشوفي. هنايا البقوليات انا مازلت ناكل انا ولادي البقوليات باسكو علاه مازال شويه الحال بارد. اللوبيا ها هي وينا اللوبيا ب 29000، مش عارفه علاه ناقصينها اللوبيا 26000. العدس ها وينا العدس ها وينا شيده ب 30000، 30000 الكيلو اللوبيا 26000، ولا هذا والعدس ب 30000. مش عارفه اللوبيا علاه ناقص بالك ما ياكلوش الناس ولا مش عارفه. انا مازال عندي يعني ولادي بغوا ياكلوها. الحمص ها وينا كي تشوفي فيه هذا 36000 كيلو 36000. ها كتشوفي الحمص 36000، ها 36000 طاح الكيلو حمص، 30000 كيلو تاع العدس، و 26000 الكيلو تاع اللوبيا. يعني اللوبيا ناقصه. من الاحسن نعطي نصيحه للاخوات يعني لي يعني ندبر عليهم يعني باش يصيبوا رواحهم في الشتاء ان شاء الله. اذا كتب ربي شوفي من يلحق جوي ولا اوت طاشاتو حيت هي تكون الدنيا لا هي في الفلفله ولا هي في البطاطا، انت هي روحي شري هاد البقوليات، شري اللوبيا وشري العدس وشري الحمص. هادو روحي دسيهم يعني في بلاصه تكون شويه بارده، تحت البوطاجي تكون بارده، في بلاكار يكون بارد، ليسونسيال بلاصه تكون شويه بارده باش ما يتاثروش. وشري شري 4 كيلو في كل واحد ولا شي 5 كيلو في كل واحد، احسن من الشتا تروحي تشريهم يعني تشريهم غاليين. انا نعرف كيما هكا يعني الاخوات من الاحسن يعني حوايج هذه اللي تغلى في الشتا كي يلحق جوي ولا اوت يعني في جوي ولا فين تاع جوي ولا في اوت روحي شري هذا وشري العدس وشري اللوبيا وشري الحمص. الدوله من غتجيبها يعني من الخارج راهي تجيب لك انت كل يوم ما تجيبلكش كل يوم، راهي تقريبا من العام للعام تروح تجيب الميزانيه تاع الدوله يعني تاع البقوليات هذو تستوردهم وتديري في دارك. هذا مكان المهم ديري في بلاصه تكون شويه بارده، هذا مكان كي ديري شويه في بلاصه بارده ستقيني. هذا قطعي على روحك وجيبي في جوي ولا اوت لمينهم الدراهم جوي ولا اوت روحي جيبي. جيبي مثلا 4 كيلو لا سمي ولادك ياكلوا، ولادك ياكلوا بزاف هاد البقوليات، جيبي 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو ديريها في دارك وخليها ما ديري فيها والو. المهم حطيها في بلاصه تكون شويه بارده كيما تحت البوط كيما انا عندي تحت البوطاجي بارده، يعني تحت البوطاجي بارد يعني صدقيني ويقعد المصروف كيما هو. احسن يعني نصيحه نعطيها للاخوات. الدهان ها وينا انا شريت تاع 500 غرام كيما كتشوفي ها وينا 500 غرام شريتها. راهي دير 24000 هذه تاع 500 غرام تاع لابير راه دير 24000. البودر تاع كارانتيكا صاي رجعنا للماكله تاع العاديه. ها وينا انا شريت زوج كل وحده ب 7000 ما عند واحد، ما شيتهاش من السوبيرات لي خدت السوبيرات عندها حتى لا مارك ما عجبتنيش، بصح هي احسن ماركه هي هذه. المهم المحلات اللي يبيعوا الكرانتيكا يخدموا غير بهذه، هذه يخدموا بها. هذه شريت زوج ب 14000 يعني 14000 شريتها يعني في الشهر تقلي زوج مرات بها، سيمانه ديروا السلطه وسيمانه ديروا السلطه انت ولادك وكولي. يعني نوعيهم في الوجبات باش ما يكرهوش ويملوا. السباغيطي هاي تاع ماما هاي وينه هذه شريتها 12000 تاع ماما يبيعوا فيها 12000. الدوله تقول نقصنا وحنا كي نمشيو نلقوها نفس الاسعار، قال لك روحوا شرو ما عند الدوله تحوسوا على الدوله قالك شرو شرو ما عند الدوله. ها هنا 12000 كيما كتشوفي. الروس ها شريت انا هذا اللي رحت عندها هذا السوبرات عندها ما عندهاش على الميزان لقيت هذا شريت من عندها يدير 30000. ها انا هذا نديرها غير بال ما نكذبش عليكم انا هذه الماسيدوان ما نديرهاش في الفطار انايا، نديرها غير قبل باش ندير به دولما ولا ندير مثلا ساعات عندي انا بنتي تبغي تكون نقول لكم تبغي ديرها مع الحليب تغريه مع الحليب وتقعد تاكل فيه يعجبها مانيش عارفه علاه، ولا يعني ندير به مرقة يعني عاديه تاع الطاجين كيما موريتكم في القناه. المقارون هاي وينه يعني هذه رقم 6 تقدري ديري بها غراتان تقدري ديري بها كيما انا نكثر ندير بها لي غراتان ولا ولدي نغريها له في الماء يعجبه يعجبه مانيش عارفه علاه سختو لا كانت مالحه. هذه شريتها 9000 السباغيطي 12000 وهذه 9000. نروحوا للقهوه هاي هنا القهوه انا شريت ديجا عندي باقيه لي وحده وشريت زوج يعني الا بقات لي منها معليش شهر. هاي هنا اروما كما كتشوفي فيها انا شريت اروما راه دير 24000 الوحده كما كتشوفي 48000 زوج رطل ب 48000. يعني الاخوات احسن قهوه هي اروما، انا بالنسبه لي يعني كاع جربت احسن قهوه اروما
الطوماطيس ها هو انا جبت انا زوج علب ها هنا كنت باغي نجيب هذه هلا وما لقيتش عندها زدت ما عندها وحده تاع هذه تاع تاع جومبو كما كتشوفي ها هي هنا ثاني تاع جومبو شوفي بصح كل وحده والسعر نتاعها ماهمش كيف كيف هذه دي 14000 مانيش عارفه على مين فيها النكهه ولا ما فهمتش هذه دي 14000 وهذه دي 12000 ها يعني وانت ديري الاسعار ها انا مكثرت لي ولات الاسعار تزيد وليت المهم ما نفوتش انا 650 حتى 700 ما نفوتش ها شوفي هاي وينا شريت زوج قلت لك هذه 14000 وهذا تاع جومبو وهذا راه يدير 12000 الخل هذا انا يعجبني هذا يجي متوسط شوفي فيه ثلاث درجات ها وينا يعني ما هو قاطع ما هو صامت يعني مليح للتتبيل تاع السلطه البابي ابسوربون انا نشري هذا راه ولا 30000 هذا تاع كوتكس اللي فيه ربعه هذا بصح مليح يعني نوعيه جيده راه يدير 30000 والبابي جينيك فيه ربعه راه يدير 10000 بابي جينيك ولا بابي كويسون عمرك ما تشري مع السوبيرات ولا الكروسيس دائما كي تروحي تشري مع الكوزميتيك كوزميتيك شويه ناقص على على الكروسيس الخمره تاع الخبز كما كتشوفي انا شتا عطل باسكو راه يعني في الحيض دروك نعجنوا كي نقولوا حنايا انا باغي ندير بيتزا لولادي ولا اي نوع تاع مملحات هذه شي طاب 24000 هذه شوفي ولات ب 24000 كما كتشوفي نروحوا للسكر ها هو هنا السكر ها السكر انا اللي شاريه 5 كيلو عليه 5 كيلو نعرف الاخوات تقول لك شيتي بزاف ماشي كي شيت انا بزاف انا دائما واحده ندسها بجهه هذا الواحد هذا دائما نخليه بجهه لا نخلي انا بجهه باسكو علاه ما تحصيش كاع صباح الحارة مبلع يا صبحو مبلعين ماش فاهمه يعني دائما واحد زيدي كما كتشوفي هذا ربعه نستعملهم وعندي كل سيمانه انا نستعمل وحده يعني كل سيمانه نستعمل كيلو واخدت هنا يعني شويه يبغوا يسكروا هما في القهوه وهذا الخامس انا دائما ندسه بجهه ما تحصيش كاع كيفاه هذا الكيلو توجور خليه ابار هاوينا يدير 9.5 السكر 9.5 الكيلو ديري حسابك انتيا بالنسبه يعني هذو من المواد الغذائيه نتاعي انا بالنسبه للتوابل يعني فلفل هذاك عكري وفلفل اسود وهذو مازال باقين عندي من رمضان يعني بقاو لي من رمضان يعني الشهر هذا ما نشريش واش زدت الفرماج ديجا راه قاعد عندي الفرماج تاع البيتزا قاعد عندي كما هو نستعمل نابولي مازال راه قاعد عندي باسكو كي وريتكم في المشتريات تاع رمضان تاع الاجبان مازال باقي عندي انا تاع نابولي هذاك ما دخلتش في الحساب بالنسبه للبيض انا جبت 10 تاع بيض بصمت 15 يعني 10 حبات تاع بيض بحهم لي ب 15 ديجا درتهم في الثلاجه باسكو البيض نعرفو حساس ما تخليهش على برا التوابل قلت لك ما شريت الشهر هذا باسكو عندي باقيين برمضان وهذو هما المشتريات كما كتشوفي فيهم هاهمي هادو كما كتشوفي فيهم جاوني 570000 570000 مبلع ها هادو 570000 باسكو انا قص صابون طاف الشهر هذا باسكو عندي ديجا زوج باقيين لي وهادو زوج اللي شريتو كما كتشوفي هذا علاه جبت غير واحد الامير باسكو عندي نص قرعه ديجا ها هي هنا يعني باقيه لي باقيالي ها هي هنا كي تكون باقيالي ما نبغيش نزيد انا ها هي هنا وهذا الشهر هذا نشري شهرين ما نشريش هذا راكي تشوفي فيه تاع الماشينه يعني استعملوا باسكو سختو يكون عندها دراري ولا يعني تجر عندها غسيل وها هذو هما المصاريف نتاعنا يعني تاع شهر تاع ماي كيما كتشوفي كيما هكا يعني جايبت لكم انا بالتدقيق بالتدقيق المصاريف يعني ما كي نروح نشري انا ما نمشيش غير عند واحد نروح ندور نقضي كان صالحة ولا ندور نسقسيدا اللي يكون يعني موانشيغ يعني ناقص كاع ناقص 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 انا نروح نشري من عنده ماشي غير تروحي هاكا تروحي تشري ومن بعد توصلي دراهمك تجي راجع تلقي داك الحانوت ناقص كيما كتشوفي ونتمنى يعني الطريقة هذه نتاعي اللي تجيب لكم الأسعار تعجبكم ودعموني بليجام وإلى الملتقى بإذن الله.